السيدة فريال، طابت أوقاتك. مرحبا بكم، شكرا جزيلا على استضافتي، سعيدا لأني معكم. أود أن أبدأ باسمك، هل هو فريال أم فريال كلارك؟ اسمي هو فريال كلارك. السيدة فريال، والدك كرديان ومن ملاطيا؟ والداي كرديان ومن ملاطيا، وقد حملت اسم كلارك بعد زواجي من رجل إنجليزي. أود أن ننتقل إلى الانتخابات الأخيرة وفوز حزب العمل في بريطانيا. كيف تمكن حزب العمل من تحقيق هذا النصر الكبير وبفارق شاسع؟ أعتقد أن للأمر أبعادا كثيرة، كان ذلك بمثابة زلزال كبير ونصر عظيم لنا لحزب العمل. أعتقد أن أحد أسباب هذا الانتصار الكبير هو أن الزعيم كير ستارمر قد غير الحزب وجعله حزبا قادرا على خوض السباق الانتخابي كما ينبغي. والسبب الآخر هو أن البلد معطل الآن، وقد كانت السلطة في يد حزب المحافظين 14 سنة وأقدموا على أمور كثيرة خاطئة أدخلت البلد في حالة يأس. لهذا فإن الأسباب مزيج من قيادة جيدة لحزب العمل وإدارة سيئة للبلد من جانب حزب المحافظين لمدة 14 سنة، فلم يكن عند حزب المحافظين ما يقدمه للبلد، لكن كان لدى حزب العمل الكثير من العروض الإيجابية والقوية جدا للبلد، لهذا فزنا بهذا العدد الكبير من المقاعد. نعم، هل كانت مشكلة المهاجرين واللاجئين من بين الأسباب التي جعلت حزب المحافظين يواجه هذه الهزيمة الكبيرة؟ الأمر السيء هو أن حزب المحافظين وكدأبه في كل انتخابات حاول استخدام مسألة المهاجرين كسياسة وطريقة لتقسيم الجماهير، لكن سياسته هذه وترحيل الناس إلى رواندا لم ينجحا، فقد كانت سياسة قاسية وغير قانونية، كما أن الناس لم يكونوا يثقون بها، لهذا لم يتمكنوا من تقسيم الناس مثل ما كانوا يفعلون في السابق. الآن وقد آلت السلطة إليكم في حزب العمل، كيف ستحلون مسألة المهاجرين واللاجئين؟ فأنتم تقولون أنكم ستجعلون الحدود أقوى، ماذا ستفعلون؟ الآن وكما تعلمون امتلأت أعمال القناة الإنجليزية وأعماق البحار بأحلام وآمال المهاجرين الذين يخوضون في رحلة خطيرة وهو أمر غير مقبول، ونحن بحاجة إلى طريقة أكثر عدالة وأفضل للتعامل مع المهاجرين. نحن بحاجة إلى طريق قانوني للهجرة مثل الذي عندنا للأوكرانيين والأفغان الذين يستطيعون تقديم طلبات الهجرة إلى بريطانيا من ديارهم ثم يسافرون بدون سلوك سبيل الخطر. نحن نريد أن نعقد الأمور على عصابات التهريب التي تهرب المهاجرين وتنقلهم في قوارب وتعرض أرواحهم للخطر. نريد مساءلتهم لكي لا يستطيعوا استغلال الناس وتعريض حياتهم للخطر. هناك ملفات في قطاع الصحة أيضاً كالانتظار لفترات طويلة في مستشفيات بريطانيا، وقد تحول الأمر إلى مسألة ذات شأن أثارت الكثير من الجدل. أنتم في حزب العمل، ما هو الحل الذي ستقدمونه لهذا الملف؟ كما تعلمون دائرة الصحة الوطنية البريطانية هي واحدة من بين الأفضل، أو تريد أن تكون من بين الأفضل عالمياً. الخدمات تقدم للجميع بالمجان، وهي واحدة من الأكثر نفعاً عالمياً. لكن حزب المحافظين تعمد في السنوات الأربع عشر الأخيرة تعطيل الاستثمار فيها لتتعطل الآن. خطة حزب العمل هي تنظيم 40,000 مقابلة إضافية لأطباء للقضاء في أقرب وقت على طوابير الانتظار
الطويلة تلك. هناك أكثر من 7 ملايين شخص بانتظار العلاج ومنها عمليات جراحية. لهذا سننظم المزيد من المقابلات ونمول عمل الأطباء والممرضين في عطلة نهاية الأسبوع والساعات الإضافية لتقليل هذه الأعداد. أما على الصعيد البعيد فسنستخدم المزيد من الأطباء ونضاعف عدد المقاعد الدراسية في كليات الطب. سنضيف 15,000 مقعد دراسيا في كليات الطب ونستثمر المزيد من الممرضين والقابلات. خطة القوى العاملة تشكل مشكلة كبرى، لذا سنستثمر هذه القوى العاملة التي نحتاج إليها، وهي خطوة لم يتخذها حزب المحافظين طوال 14 سنة مضت. كان أمرا جنونيا، فبينما كنا بحاجة ماسة إلى أطباء قلص المحافظون عدد المقاعد في كليات الطب بمقدار 300 مقعد. هذا بعض ما سنفعله لتحسين الدائرة الوطنية للصحة. نعم، يوجد عدد كبير من الكرد في بريطانيا، ولكن قل ما نجدهم في السياسة البريطانية. ما هو السبب برأيك؟ يمكنني القول أننا نعمل جيداً كما تعلمون. كنت برلمانية عن حزب العمل في الدورة السابقة، وكذلك عندنا نديم الزهاوي الذي أصبح وزيراً للمالية وعمل جيداً مع حزب المحافظين. لدينا الكثير من أعضاء المجالس الكرد في عموم بريطانيا، أي أن الكرد يؤدون عملاً جيداً للغاية في الحكومات المحلية، كما أنهم جيدون جداً في حزب العمل. تاريخنا في بريطانيا ليس قديماً بما يكفي، لكن مع ذلك أنجزنا عملاً جيداً. أعتقد أن المزيد من الكرد سيترشحون في المستقبل. لقد فتحنا أنا ونديم الزهاوي الباب وسنتركه مفتوحاً. نعم، بعد فوز حزبكم في الانتخابات وتسلمه السلطة، وجه الرئيس إقليم كردستان نيشيروان بارزاني التهاني لكم. هل تعتقدين أن حزبكم سينتقل بالعلاقات بين بريطانيا وإقليم كردستان إلى مرحلة أخرى؟ مما لا شك فيه أن إقليم كردستان مهم جدا لأي حكومة بريطانية. أعتقد أن حكومة المحافظين السابقة كانت أيضا مهتمة بهذه العلاقة، لكن لا أدري إلى أي مدى كانت تساند حكومة إقليم كردستان، لكن هذه العلاقة مهمة جدا لنا، وسأعمل أنا للتأكد من أن هذه العلاقة ستتعزز وستقوى أكثر فأكثر. نعم، تعلمون الأوضاع التي تمر بها روجافاي كردستان. هل يمكن أن يضمن حزب العمل حياة أكثر أمانا لكردي روجافاي كردستان؟ وهل ستحميهم بريطانيا؟ عانى الكرد في سوريا من مآسي كثيرة لسنوات. الهجمات التي تشنها الدول المجاورة لم تكن عاملاً مساعداً. من هذه الدول تركيا التي تهاجم باستمرار المناطق الكردية في سوريا، وقد أثرت هذا باستمرار في البرلمان وسأواصل إثارته. إن حزبي حزب العمل يدعو إلى السلام في الشرق الأوسط، وسأسعى للتأكد من أن يشمل هذا السلام سلامة وأمان الكرد في سوريا. معي كثيرون في البرلمان البريطاني يدعمون الكرد في سوريا، وسنوحد جهودنا معهم ونشكل رابطة للتأكد من تناول مسألة كرد سوريا ضمن جدول الأعمال. سأتأكد من أن يصل الموضوع دائما إلى المكان المناسب وأن يلقى أذانا صاغية. في شمال كردستان أيضاً، وكما تعلمون هناك حرب مسلحة طويلة الأمد منذ سنين. الأوضاع السياسية متدهورة ويوجد عدد من السياسيين في السجون، وعلاقات تركيا مع بريطانيا قوية. هل لحزبكم أن يساعد في استئناف عملية السلام؟ أعتقد أن المسألة الكردية في سوريا مسألة تأخر حلها كثيراً،
وهناك حاجة لأن تعمل هذه الدولة أي تركيا على هذه المسألة. الحكومات البريطانية المتعاقبة طالبت تركيا بالإقرار بوجود الكرد والتعامل معهم بإنصاف، وكل عملية سلام ستحظى بترحيب العالم كله وليس بريطانيا وحدها، فتركيا غير مستقرة، ليست من مصلحة أحد. وعندما تضطهد تركيا واحدة من كبرى مجتمعات شعبها وتتعامل بازدراء وعنف مع أكثر من مليون شخص في البلد، ليس ذلك من مصلحة أحد. لذا لا شك أننا نرحب بعملية السلام. إن أرادت تركيا اتخاذ خطوة باتجاه عملية السلام، أنا واثقة أنها ستحظى بدعم كبير، ليس من جانب بريطانيا وحدها بل العالم أجمع. فمن مصلحتهم أن يكون بلدهم مستقراً وآمناً. أنا أتساءل دائماً لماذا لا يحاولون حل المسألة الكردية والبدء بعملية السلام للتوصل إلى حل سلمي يتمكن من الصمود والدوام؟ بلي. روشا روشلاتي كردستان، نعم، أحوال كرد شرق كردستان أيضا سيئة، فتقارير المنظمات الإنسانية تتحدث عنها يوميا. ماذا قد تفعلون ليكون لكرد شرق كردستان حقوق ولا يضطرون إلى طريق اللجوء ويلجأوا إلى بريطانيا والدول الأخرى؟ من المؤسف أن الكرد لا زالوا يضطهدون في منطقة الشرق الأوسط، وإيران ليست مستثناة من هذا. المشكلة هي أن إيران لا تريد التنسيق مع أحد. العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات لم تنجح في الواقع، لكن آمل أن تؤدي نتائج الانتخابات الأخيرة هناك إلى سلام واستقرار أكبر، ليس للإيرانيين وحدهم بل للكرد أيضا. السيدة فريال، هل لنيل الكرد في أجزاء كردستان الأربعة حقوقهم أهمية لبريطانيا؟ وهل لدى بريطانيا استراتيجية في هذا السياق أيضا؟ الذي يهم بريطانيا كثيراً هو أن تكون هناك دول آمنة لتتعامل معها، كما أن من مصلحة تلك الدول أن تكون لها علاقات جيدة مع الكرد في شمال العراق وكردستان. هذه الدول بحاجة إلى أن يكون لها حلفاء في المنطقة. آمال وتطلعات الكرد تتمثل في أن تكون لهم دولة، لكن أعتقد أن من مصلحة بريطانيا وجود دولة متقدمة وعقلانية يمكن التحاور معها والتعامل معها. وأعتقد أيضاً أن الكرد أثبتوا منذ سنين عدة أنهم حلفاء جيدون للغرب ولبريطانيا. أود أن أسألك سؤالاً شخصياً وبإمكانك الإجابة بالكردية. أنا أعلم أنك تعرفين الكردية قليلاً وأنك من ملاطيا، هل تستمعين للموسيقى الكردية وإلى من تستمعين؟ أجل، أنا أستمع للأغاني الكردية. صوت أي من الفنانين هو الأحب إليك؟ هناك فنانة اسمها أينور دوغان ورجدة. تحبين صوتهم؟ أجل. في بيتكم هل كان والدك يحدثانكم باللغة الكردية؟ أجل، كان والداي يتحدثان الكرمانجية معنا، لكن كرمانجيتنا مختلفة قليلا. والداي كانا دائما يتحدثان الكردية، ورغم أنها كانت كردية محلية تخص منطقة معينة، لكن الكردية هي الكردية. اللهجة التي تتحدثين بها هي لهجة ملاطيا وأنا أفهمكم جيدا، هل تحاولين تعليم أولادك اللغة الكردية؟ أجل، بالتأكيد يتحدث أخي الكردية والإنجليزية مع أولادي، وأنا أريد أن يتعلم أولادي الكردية، وأنا أضمن تعلم أولادي للغتي، كما سميتهم بأسماء كردية. السيدة فريال، هل جئت إلى كردستان ذات مرة وهل زرت إقليم كردستان؟
زرتها مرة في العام 2004، زرت آمد ونسيبين، لكن لم أعد إليها منذ ذاك الوقت، منذ 2004، زرتها مرة واحدة فقط. ألم تزوري جنوب كردستان؟ لا، لم أزره حتى الآن، لكني سأزوره. كان أولادي صغاراً ولم أكن أستطيع السفر، لكني الآن أحب كثيراً أن أزوره في السنتين القادمتين. يسرنا أن تزوري كردستان. في الختام أود أن أعرف ماذا تقترحين على شبابنا في أوروبا وبريطانيا ليكونوا أنشط في المجال السياسي؟ أقول لشبابنا إن السياسة مهمة في كل جزء من حياتنا، مهما كانت اهتماماتك. أرجو أن تشارك في السياسة، سواء كان الحزب الذي تعمل فيه حزب العمل أو أي حزب آخر. المهم أن تشارك في السياسة وتنشط فيها، وتتأكد من أن الجميع يعرف عن الكرد. نعم، أود العودة من جديد إلى موضوع المهاجرين، وماذا يقال عن ترحيلهم إلى رواندا؟ هل يجري ترحيلهم إلى رواندا أم سيبقون في بريطانيا؟ نحن نمنع ذلك بالتأكيد، وكان أحد الأمور التي وعدنا بها هو أننا لن نرسل المهاجرين إلى رواندا. منذ أن أعلن المحافظون عن تلك الخطة، تم إرسال شخصين فقط إلى رواندا، وقد ذهبا طوعاً، ونأمل أن تتم إعادتهما وأن لا ينتهك أحد حقوقهما. نعم، شكراً جزيلاً للسيدة فريال كلارك التي كانت ضيفتنا من بريطانيا. شكراً جزيلاً. أسعدني أني حللت ضيفة عليكم، وأرجو أن تتكرر الضيافة. شكرا جزيلا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة.